الجسد المشاعري لا متناهية من احتمالات الشعور اللي راح نمر فيه. لذلك تذكر دائما في اللحظة اللي يمر فيها جسدك المشاعري بشيخوخة وبملل، تذكر كلامي هذا، انه احنا حاصرين نفسنا. يعني تخيل انك انت تعيش في غرفة ضيقة جدا، يعني نص متر في نص متر، وعندك الكرة الأرضية كاملة خالية، تخيل ما سويت فيها شيء، وحاصر نفسك ومسكر على نفسك في غرفة صغيرة، تقول ملل 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 يا جماعة، مليت من هالغرفة، نص متر في نص متر، مليت مليت. أنا أقول لك إنه في الكرة الأرضية كاملة، تخيل. هذه طريقتنا نحن كبشر في هذه المرحلة، إنه إحنا مو قادرين نشوف السعة الضخمة جدا اللي أمامنا في الجسد المشاعري، ومحصورين جدا في أجسادنا المادية وأجسادنا الفكرية.